على السيد وزير الكهرباء، مو على السيد وزير الكهرباء باعتباره هو حاط هاي مدراء اقسام الجبايه، لا لا، على النزاهه وهيئه ديوان الرقابه الماليه والقضاء والادعاء العام متابعه مدراء الاقسام المسؤولين على الجبايه ومتابعه اموال مقربي وزير الكهرباء ابن البصره. خلي يشوفوهم قبل لا يصير عندهم وزير ايش قد ماليتهم وهسه ايش قد ماليتهم. يعني اكو ناس مثلا عليه بنايه عليه جبايه فت 10 مليون 50 مليون 20 مليون يسويهم بالرقم اللي بباله يعني يريده بكيفه. فهو ايضا موضوع الجبايه صراحه احنا حتى ما نجامل، وهذا اللي متداول عنا بالشارع بفساد، يعني صراحه موضوع الجبايه بفساد. على رئيس الوزراء ايقاف الجبايه بالبصره واترك البصره هادئه ومستقره، بالتالي اذا استقرت البصره استقر العراق. احنا ما نطي جبايه، احنا جاي نعطيكم نفط وجاي نعطيكم اموال وجاي نقوم عملكم، لا تفرضون علينا ضرائب. هسه هاي مال المستشفى هم نسيناها 5000، تدخل ب 5000 تشوف المريض اذا رجعت تجيب لك دواء هم يطبع لك وصل ب 5000. هاي وين جاي تروح اموالها دوله الرئيس؟ وين؟ ممكن تقول لنا وين؟ شو الموازنات على حطتها واستحقاقات المستشفيات على حطتها والدوائر والمحافظات، ويوميه كل محافظه تطيلها 100 مليون 100 مليون دينار لحظة دخول المواطن إلى مؤسسة صحية وزيارة فقط، وبالتالي علاج ماكو، والدليل كل مستشفى كبار ثلاث صيدليات، إذا هاي الفلوس وين جاي تروح؟ فهذه الضرائب ها ناهيك عن قضية الماي الملوث اللي جاي ياخذون فلوسه، الماي والمجاري والنفايات. أما إحنا البصرة حالة استثنائية، إحنا المفروض مستثنين، إحنا المفروض مستثنين، جونا ملوث وحار لغاية الآن. احنا عندنا ناس اصابات سرطان وفشل كلوي بسبب تلوث المياه وتلوث الدخان مال النفط واستخراجه، استخراج الغاز اللي جاي يحرقونه. والله البصره جاي تمر بظرف صعب، اصابات سرطان حدث ولا حرج، ابتداء من مركز المدينه الى الاقضيه والنواحي. قبل كنا 400 شعله وانت سامعتني مال غاز وحرق استخراج، هسه صرنا 700 شعله، ست هبل البصره جاي تمر بازمه. يعني حتى من بعد ما صار 700 شعله احكي لي ايش قد نسبه السرطان صعدت؟ وصلت سيت اقول لك كنا 400 شعله هسه وصلنا 700 شعله، 700 شعله حرق غاز مبعوثات نفطيه سرطانيه تقتل البصريين، منتشره ومحوطه البصره، رميله، برجسيه، القرنه، الهارثه، حق القرنه، السيبه، ابو الخصيب، هذا مطوقنا وبالتالي جاي يقتلنا. روحوا شوفوا مستشفى الطفل ايش قد بيها اصابات والاطفال شلون تعاني، وبالتالي علاج ما متوفر بنسبه 100% زين لو اكو 50%. روحوا شوفوا مركز الاورام داخل التعليمي ايش قد بيه اصابات، زين هذا كله وتاخذون من عندنا ضرائب؟ شنو هالظلم هذا؟